من صغري وأنا عارف أني أحسن من الكل، أنا بلعب أحسن من أي لاعب تاني في سني. الكل كان بيتكلم عني لكن بشكل سلبي، لدرجة كانت بتخلي والدي يهرب من متابعة الماتشات عشان ما يتخنقش مع الناس. الناس كانت دايماً بتقول لوالدتي أنت فاكرة أندريا هيبقى مارادونا؟ الدافع ورا كل ده كان الحسد، لكن في الحقيقة كلام الناس كان أكبر دافع ليا، لأني اعتبرته إشادة بي. وفي الواقع كل الكلام ما كانش عشان بلعب بشكل وحش، لكن عشان ببساطة أنا بشوف نفسي أفضل من الكل. أنا أندريا بيبلو، ودي حكايات من مسيرتي. في بداياتي مع فريق بريشيا، وفي ماتش قرر زمايلي ما يبصوش الكرة ليا، كنت بصرخ فيهم أنا هنا باصي باصي. بالنسبة لفريقي كنت زي الشبح في الملعب، ما قدرتش أمسك نفسي، حسيت أني بموت. وفجأة كنت ببكي بحرة وحسيت بالانهيار. وبعد فترة سألت نفسي، أندريا عايز تكون لاعب ولا تسيب حلمك؟ لو عايز تبقى لاعب خد الكورة دي بتاعتك انت. ومع مرور الوقت صعدت للفريق الأول مع لعيبة أعمارهم ضعف عمري. كنت بجري زي العساكر في الحرب، ولكن ده ما عجبش زمايلي في الفريق. وفي التدريب رقصت لاعب 3 مرات، وفي المرة الرابعة ضربني قاصد في رجلي، وبصيت للمدرب وقال لي مش مشكلة حاول تلمه تاني. لكن أحسن حاجة حصلت في مسيرتي كانت الانضمام لمنتخب إيطاليا. أنا لعبت في كل المراحل السنية مع بلدي، مفيش حد مهما كان يقدر يمنعني من الانضمام للمنتخب. كنت بعتبر الانضمام لإيطاليا أحسن من ممارسة الجنس، ده شعور بيدوم لمدة أطول. وهقول لكم مثال على كلامي بيأكده أنطونيو كاسانو. كاسانو مارس الجنس مع 700 امرأة لكنه في وقت ما بقاش جزء من المنتخب، هل كان سعيد؟ ما اعتقدش. عن نفسي افضل دايما اكون جندي في الملعب على ان اكون جندي في الفراش. دي مش نهاية القصة، للحكاية بقية. استنوا.